حلويات. علشان تاكل حلويات معجنه، احنا اتفقنا في الفيديوهات السابقه ان دي تعتبر سكر جلوكوز زائد معجنات، ولما نحط فيها شويه حاجات ومكسرات الجسم طبعا بيزيد. طب ليه ما نجربش يا جماعه اني ابذل مجهود الصبح واجري واتحرك حتى لو جوه بيتي مش مشكله، وبعد ما احس ان انا بدات اجوع او بدا جسمي يحتاج سكر اخد الحلويات. ان الجسم احنا في الاول جسم سكره كويس جدا ومظبوط ودخلنا له حلويات هيخزنها، طب ليه ما اخدش الحلويات دي الصبح؟ طب بكميات يا دكتور لحد ما حضرتك كلي واشبعي، ولكن لازم يكون قبلها طاقه مبذوله. استحاله ابدا اقدم للجسم وجبه فيها سكريات معجونه او فيها نسبه سكريات نسبه نشويات عاليه واكلها بالليل اخر اليوم. الحرق بتاعي طبعا بدا الجسم يتعب، بدا الجسم عايز ينام والحرق طبعا بيقل. طبعا لو خدت الكلام ده يبقى انا كده دمرت النظام الغذائي بتاعي. لا انا باكل حلويات بتاعتي في بدايه اليوم. طب والاحسن والاحسن اخد مع الحلويات واحده تفاحه خضراء. التفاح الاخضر استحاله معاه الجسم يخزن نسبه كبيره من الدهون بتاعت الحلويات. يبقى لازم الاول ابذل طاقه على غيار ريق الصبحيه واكون واخد العسل بتاعي، مفيش اي مشكله، معلقتين عسل الصبحيه على غيار ريق، وابدا اتحرك وابدا اتمشى ربع ساعه نص ساعه، وابدا احس ان انا محتاجه سكريات اخرى، واكل الحلويات البسبوسه الكنافه القطايف، كل الحاجات دي مسموحه لينا في الايه في الفطار، ولكن يلزم بذل طاقه قبلها. ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، احنا هناكل حلويات ونخس بهذا المبدا، ان بنشط الطاقه الصبح، بدي تفاح اخضر علشان ما يخزنش كمية كبيرة، بدي للجسم جرعة عظيمة من الطاقة الصبحية اللي هي بالحلويات، ابدا ابني يومي بعد كده على طاقة عظيمة. يبقى انا استفدت بيها وخسيت بيها وما زدتش بيها ابدا.